يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وتنتواجدوا بالسجن المحلي ديال وادلو في إطار جولة فنية رفقة فرقتي الموسيقية في عدد من سجون المملكة. مرحبا بكم. سولت رئيس الفرقة الموسيقية ديالي، قلت له واش مستعد ندير واحد التجربة أننا نمشيو للسجون، علما أنه سهرات أو ماشي هي سهرات أو العروض غتكون في النهار وغتكون في الشمس. كلهم قالوا لي حنا ماشيين معك 100%. فقلت هل السيد الوزير حبد الفكرة بزاف. من بعد اتصلت بالمندوبية مع السيد الناصر، حتى هو حبد الفكرة جدا، وبدينا اختارينا 5 ديال المؤسسات السجنية نبداو بهم، اللي هما وادلو هي الأولى، من بعد عندنا أزرو، من بعد العريش، من بعد دار البيضاء الأحداث، ومن بعد أيتملو الجوج فقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعيش لحظة فارقة في السجن المحلي بوادلو، حيث تم إحياء حفل للموسيقار الكبير نعمان حلو. هذا الحفل الذي تم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الثقافة والتواصل والشباب، هذا الحفل الذي يأتي في نهاية موسم دراسي وتكويني بالمؤسسة السجنية، حيث كانت هناك نهاية موسم تكويني في مجموعة من الشعب، تكوين فلاحي 3 شعب وموسم محر الأمية والتعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي. وكان هذا الحفل باكورة هذا الموسم التربوي، حيث تم إدخال البهجة إلى هذه الفئة من النزلاء، وكل هذا تحت الإشراف السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يشرف فعليا على كل هذه الأنشطة من أجل أنسنة العمل السجني. إن هذا الحفل يندرج في إطار إدخال البهجة وإعادة تأهيل هؤلاء الفئة من المجتمع في مجتمع بعد الإفراج عنهم. أنا نزيل بالسجل المحلي بوادلو. أول حاجة كنشكر المدير المؤسسة والأطر وجميع الموظفين، وكنشكر الأستاذ نعمان الحلو على السهرة اللي دارنا وجميع الطاقم ديالو الفنيين والتقنيين، وكنشكر إدارة السجون، كنشكر جميع اللي ساهم في هذا البرنامج. وحياه واخا هكاك حنا درنا واحد الخطا وحنا كنتعاقبوا عليه، وكنشكر بعدا باردون كنشكر جميع الصحفيين اللي معنا كيتواجدوا معنا. انا واحد الانسان درت واحد الخطا انا كنتعاقب عليه وندمان بزاف، وان شاء الله تكون هذه هي المره الاولى والاخرى اللي كندير فيها هذا الشيء. هذا كتب علينا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نديرو. واخا هكاك دخلنا للحبس شفنا هاد الناس هادو كيتعاملوا معنا واحد المعامله جيده وطيبه بزاف، ما كيحسوناش بحال لك حنا مساجين، كيحسونا بحالنا حنا وحدين منهم. شكرا لكم اعزائنا الكرام زوار جريده بريس تطوان على المتابعه، ولا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.